بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله تسجيل المحاضرة الرابعة اللي هي مقاييس التشتت. الفصل الخامس مقاييس التشتت. تأتي مقاييس التشتت بعد مقاييس النزعة المركزية. يأتي السؤال هنا عند مقارنة مجموعتين من الطلبة لدرجاتهم في مادة ما. لاحظ أن مثلا أعطاني المجموعة الأولى تحمل درجات 63 70 78 81 85 67 88. المجموعة الثانية تحمل 73 78 77 78 75 74 77. نلاحظ أن المجموعة الأولى لما نجي نحسب لها المتوسط الحسابي للمجموعة الأولى والمتوسط الحسابي للمجموعة الثانية، نلاحظ أن هناك مقاييس النزعة المركزية لكل من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لا يوجد اختلاف بينهما. فهنا حطينا موقع أني أنا ما قدرتش أقيس مدى تباعد البيانات والاختلاف البيانات، على الرغم أن هناك اختلاف في الدرجات. لو لاحظنا أن هنا المجموعة الأولى درجاتهم والمجموعة الثانية درجاتهم، لما حسبنا أي رسمة درنا أولا ودرنا استخدمنا الشكل التوزيع التكراري، خذينا منحنى خذينا مضلع ورسمنا لقينا المتقاربات وجينا حسبنا الوسط الحسابي أو الوسيط أو المنوال ولقينا أن البيانات يعني النتائج متقاربة، ما فسر ليش الاختلاف بين هاي المجموعتين على الرغم من وجود اختلافات في البيانات وعلى الرغم من وجود مدى تباعد وتقارب القيم عن بعضها البعض. لاحظنا حتى أن المجموعة الثانية أكثر تجانسا، لاحظوا 73 قريبة من 78 في السبعينات، هنا شوية تبتعد بين 80 و63، هنا أكثر تجانسا. عشان هيك أن جان استخدام عشان استخدام مقاييس التشتت للمقارنة بين مجموعتين أو أكثر، لمدى نشوف مدى تقارب وتباعد البيانات، هو خاص بالبيانات من جوا. مقاييس التشتت من بين مقاييس التشتت اللي بندرسها هي المدى والانحراف الرباعي، الانحراف المتوسط، التباين والانحراف المعياري. طبعا على العلم ان التباين هو نفس الانحراف المعياري، الا هو جذر التباين الانحراف المعياري. فنجي اول مقياس مقاييس التشتت. مقاييس التشتت مهمتها ان هي تستخدم في المقارنة بين مجموعتين او ايجاد او مجموعة واحدة لاكثر من البيانات لقياس مدى تجانس هذه البيانات ومدى قربها وتباعدها من بعضها البعض. نجي أول مقياس من مقاييس التشتت اللي هو المدى. شنو هو من أبسط مقاييس التشتت؟ أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. خذيناه في إيجاد والتوزيع التكراري المر عليكم المدى، اللي هو في حالة البيانات المفردة اللي هي مش مبوبة غير مبوبة، تاخذ أكبر قيمة في البيانات تنقصها من أصغر قيمة. في حالة البيانات المبوبة شنو حتدير؟ تاخذ مركز الفئة الأخيرية ناقص مركز الفئة الأولى، يعني آخر فئة تنقصها من أول فئة. لو طلع لي صغير ولو طلع لي كبير شنو معناه؟ شنو التفسير الإحصائي له؟ لو طلع صغير المدى نقوله أن البيانات المنتشرة في فترة صغيرة، في فترة قصيرة جدا البيانات المنتشرة. أما إذا كان طلع الرقم كبير نقوله أن البيانات منتشرة في فترة طويلة ومتباعدة وتشتتها كبير، يعني الرقم نتاع المدى هو اللي يوضح أن البيانات تشتتها كبير ولا صغير. نعطي مثال بسيط، مثلا ناخذ مثال رقم 2، قارن بين تشتت درجات مادة الإحصاء لثلاث مجموعات من الطلبة. مثلا عندي مجموعة من أقسام معينة فامتحنوا مادة الإحصاء وجوني المجموعة الأولى كانت درجتهم كذا 50 62 30 70 45 80، المجموعة الثانية درجاتهم كالتالي والمجموعة الثالثة درجاتهم كالتالي. عشان أنا نقيس مدى تباعد وتشتت البيانات قلنا نستخدم أول مقياس اللي هو مقياس التشتت اللي هو شنو؟ المدى. جيت المجموعة الأولى، شنو أكبر قيمة في المجموعة الأولى؟ كانت لي 80، 80 هي أكبر قيمة. شنو أصغر قيمة تليها؟ اللي هي 30. 80 ناقص 30 أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة تطلع لي 50، هذا تباعد وتشتت البيانات. المجموعة الثانية أصغر قيمة كانت 0 وأكبر قيمة كانت 82، يعني 82 ناقص 0 هيطلع لي 82. جي المجموعة الثالثة، أكبر قيمة كانت 85، أقل قيمة كانت 49، لما نقصنا من بعض طلعت 36. نلاحظ أن المجموعة الثالثة هي أقل تشتتا في البيانات، يعني أقل تشتتها مش كبير،
كلما زاد المدى ما يعني ان التشتت اكبر، يعني اكبر تشتت في المجموعه اللي هو المجموعه الثانيه، اكبر تشتت في المجموعه. المقياس الثاني او المقياس الثاني لل او المقياس الاول مثال على ان في حاله البيانات المبوبه، عندي جدول توزيع تكراري تالي يبين توزيع 60 مزرعه حسب المساحه المزروعه بالذره بالالف. نلاحظ ان الجدول الفتره الاولى من 15 لل 20، من 20 ل 25، 25 30، 30 35، 35 40، 40 45. شنو قال لي في حاله البيانات المبوبه؟ شنو ندير؟ حناخذ نشتغل على الفترات، الفتره هذه والفتره هذه. شن اعلى مركز؟ مركز الفئه الاولى ومركز الفئه الاخيره. مركز الفئه شن معناها؟ معناها ناخذ مركز الفئه الاولى، حناخذ المركز الفئه، عرفنا في المحاضرات السابقه كيف نجيب مركز الفئه، اني ناخذ نجمع الحد الاعلى الادنى بالحد الاعلى نقسمه على 2 ونجي للفئه هذه الحد الاعلى زائد الادنى قسمه 2، يعني 15 زائد 20 قسمة 2 و40 زائد 45 قسمة 2. هنشتغل على اللي فوق بس، هذا هو حساب المدى. نقسمها على 2 يطلع لي الأول طلع لي 17.5 والثاني طلع لي 42.5. كيف حندير لهم؟ حنقص الكبير من الصغير، 42.5 ناقص 17.5 هيطلع لي المدى 25. يعني إن المدى قيمته 25 حيث تشتت البيانات تكمن في ال 25. شنو هن مزايا وعيوب المدى؟ المزايا اول ميزه انه سهل الحساب، اكبر قيمه ناقص اقل قيمه وتنتهي المشكله. يكثر استخدامه في حالات الطقس المناخ الجوي، يعني في حالات جماعه الجغرافيا والطقس يستخدموا المدى. ثاني حاجه يستخدم في مراقبه الجوده، مراقبه جوده الانتاج، مراقبه جوده اي شيء في مراقبه الجوده. عيوبه انه هو فقط يعتمد من هالبيانات، من كم الهائل من البيانات يعتمد على قيمتين فقط، القيمة الكبيرة والقيمة الصغيرة. يتأثر بالقيم الشاذة، لو طلعت لي القيمة الكبيرة شاذة عن القيم الأخرى حيتأثر به. لا يستطيع حساب المدى في حالة التوزيعات التكرارية المفتوحة، في حالة التوزيعات التكرارية المفتوحة لأن الحد الأعلى والأدنى الفئة الأخيرة كلاهما مجهول. يعني هنيهي هذه مغلقة من 15 ل 20، 20 ل 25 كلها مغلقة، لكن المفتوحة لا نستطيع حسابه، وهو من عيوب المدى. ناخذ ثاني مقياس لمقياس التشتت اللي هو الانحراف الربيعي. الانحراف الربيعي نفس الاسم له اسم آخر اسمه نصف المدى الربيعي، انحراف ربيعي أو نصف المدى الربيعي. شنو هو؟ يقيس التشتت بين من ومن؟ بين الربيع الأول والثالث. فقانونه شنو حيكون؟ نفسه بالضبط في حالة البيانات المفردة هو نفسه في حالة البيانات المبوبة بس بشكل يختلف. لو كانت حالة البيانات المفردة حناخذ Q3 اللي هو الربيع الثالث ناقص الربيع الأول قسمة 2، هذا يطلع لي نصف المدى الربيعي، أو نقدر نقول عليه الانحراف الربيعي. يعني في الامتحان لو جاك أوجد الانحراف الربيعي أو نصف المدى الربيعي هو نفس المقياس. شن يبي في حالة البيانات المفردة؟ Q3 ناقص Q1 على 2، خذيناها في المحاضرة السابقة كيف نجيب Q1 اللي هو I في N زائد 1 على 2 على 4، و Q3 I في 3 في N زائد 1 على 4، نقسمة 4. هذا بالنسبة للربيع، انحراف الربيع في حالة البيانات المفردة. أما الانحراف الربيعي في حالة البيانات المبوبة، في حالة البيانات المبوبة قلنا الانحراف الربيعي هو نفسه يساوي نصف المدى الربيعي. كيف حنجيبه في حالة البيانات المبوبة؟ عن طريق القوانين التالية. أحسب الانحراف الربيعي، أو نقول لكم أحسب نصف المدى الربيعي التي تمثل 7 درجات لطلبة، هم كانوا 22، 30، 41، 25، 39، 20، 34. أول حاجة في الربيعات أو المئينات أو العشيرات أو أي سؤال على الوسيط ضروري الرتب. تو المنوال والوسيط الوسط الحسابي ما يستخدمش الترتيب، لكن الوسيط والربيعات والعشيرات والمئينات كلها فيها ترتيب في حالة البيانات المفردة. في حالة البيانات المفردة يحتاج إلى ترتيب. أول حاجة حنستخدمها اللي هي الرتب ترتيب تصاعدي، بعدين حنحسب في الترتيب التصاعدي هذا نحسب الربيع الأول والربيع الأعلى والأدنى.
ونقص الربيع الأعلى من الأدنى قسمة 2 يعطيني الانحراف الربيعي. فأنا في المثال هذا رتبت ترتيب تصاعدي اللي هو شن كان 20 22 25 30 34 39 41، هذا الترتيب التصاعدي. ثاني حاجة حنحسب كيو 1 وكيو 3. كيو 1 اللي هو عبارة عن اي في ان 1 زائد 1 على 4، وكيو 3 3 في ان زائد 1 على 4. فجبت القيمة الان هي عبارة عن 7 مفردات، 1 2 3 4 5 6 7، 7 مفردات زائد 1 على 4 كانت 2، والربيع الاعلى 3 في ان 7 زائد 1 على 4 فكانت بتساوي 6. لما نجي ناخذ الانحراف الربيعي شن حندير؟ كيو 3 ناقص كيو 1 على 2. كيو 3 فكانت الربيع نعدي للقيمة الثانية ونجيب القيمة الثانية نعدي نجيبها اللي هو يطلع للربيع الأدنى، والقيمة السادسة نعدي نجيبها 1 2 3 4 5 6 هي 39 نجيبها ونحطها هو الربيع الأدنى الأعلى. يعني الربيع الأدنى كان اذهب إلى القيمة الثانية اللي هي 22، والربيع الأعلى اذهب إلى القيمة السادسة اللي طلعت رقم 6، اذهب إلى القيمة السادسة اللي هو كم كان 39. هنجمعهن ونطرح الفرق بيناتهم الكبير بالصغير، كيو 3 ناقص كيو 1 قسمة 2 هو يطلع لي الانحراف الربيعي. لو قلت لكم أوجد نصف المدى الربيعي هو نفسه لكيو 3 ناقص كيو 1 على 2، هذه في حالة البيانات المفردة. جيت في حالة البيانات المبوبة. بحالة البيانات المبوبة في المثال في الصفحة التي يقابلها فئات عدد الطلاب وتكرار المتجمع الصاعد، هيعطيك بالشكل هذا فئة يقابلها تكرارها تكرار المتجمع الصاعد. ليش تكرار المتجمع الصاعد؟ عشان بنجيب الفئة الربيعية والفئة تكرار المتجمع الصاعد الذي يسبقها والذي يقابلها. شنو هو القانون؟ بنجيب هو عبارة، هو هذا القانون أهم حاجة بتكتب الأول قانون تكتبه، هو عبارة راهو النصف المدى الربيعي أو الانحراف الربيعي هو كيو 3 ناقص كيو 1 على 2. هو سؤالين في سؤال، كأنك تبي تجيب كيو 3 بروحة وتجيب كيو 1 بروحة بعدين تنقصهم مع بعضهم تقسمهم على 2. أول حاجة كيو 3 عادي نمشي، أول حاجة نجيب كيو 3 اللي هي شنو نقول كيو 3 اللي هو 3 ان زائد 1، هذا في حالة البيانات المفردة. لكن في حالة البيانات المبوبة هتقعد كيو 3 نفس قانون كيو 1، ال زائد سميشن اف اي على 4 ناقص اف على اف كيو 1 في سي بيساوي ال. شنو هي ال؟ هي الحد الادنى للفتره للربيع الاول. اول حاجه حنجيب الفتره الاولى اللي هو ان كان بتساوي 40، ان على 4 بتساوي 10. كيف جبناها ال 40 هذه؟ جمعنا التكرارات هذينا اللي هو summation fi 2 زائد 9 زائد 15 زائد 11 زائد 2 زائد 1. نقدر انا على طول نجي ناخذ ال 40 هي نفسها لان هذا عباره عن جمع، تكرار المتجمع الصاعد هو عباره عن جمع. لكن انتم عشان تعرفوا ال 40 هذه منين جت، خذيت 2 زائد 9 زائد 15 زائد 11 زائد 2 زائد 1 طلع لي 40. ناخذ بالنسبه ناخذ ال 40 بجيب الرتبه، 40 قسمه 4 بيساوي 10. خلاص 10 هو يعتبر لي شنو؟ كأن الربيع الأول كيو واحد بيساوي الربيع الأول بيساوي 10. لو أنا نبي الكيو 3 3 إن على 4، 3 إن على 4 اللي هو 3 في 40 على 4، 3 في 40 120 على 4 تساوي 30. فهذه رتبة الربيع الأول الأول وهذه رتبة الربيع الثالث. ال هي 10، ال اي قيمه بين الفترات اللي هن 10، الطول يكون 10. اول حاجه التكرار المتجمع الصاعد وين تقع قيمه 10 في اي قيمه؟ هتقع هناهي في الفتره الفئه الاولى ما بين 50 و 59. اول حاجه هناخذها ان هي نبي نجيب كيو 1 اللي هي الفتره هذ، ان على 4 بتساوي 10. خلاص نعدي نشوف الفترة متاعتها الربيع الأول 10 وانتقع تقع هنا في 11. ليش؟ 2 أقل من 10 أقل من 10،
11 اقل من 10، لا اكبر من 10 ما حنا ناخذ، معناها الفئه نتاعها تقهن. نجي نقابلها بفئه تكرام تجمع الصاعد اللي قبلها ويقابلها، هي الاف واحد الاف والاف كيو واحد. بالنسبه لكيو واحد تساوي ال سميشن اف اي على 4 ناقص اف على اف كيو واحد في سي. ال هو الحد الادنى اللي هو 50، سميشن اف اي على 4 اللي هو ان على 4 يساوي 10 ناقص اف، هي بعد ما حددت الفئه الربيعيه خذيت اللي قبلها وخذيت اللي يقابلها اللي هي 2 واللي يقابلها 9. في الطول متاعي الطول دائما هنا متساويات 9 بين ما بين 59 لل 50 10 خطوات بيساوي طلع لي كيو 1. نجي لكيو 3، هنا هي الخطا في الرمز، خطا في المذكره، مفروض كيو 3. كيو 3 بتساوي ال زائد 3 سميشن اف اي على 4 ناقص اف على اف كيو في سي. اول حاجه هنجي لكيو 3 هذه رتبتها شنو، هي عباره عن 3 ان على 4، يعني كم 3 في ال 40، 40 هذه منين جبتها، هي مجموع البيانات على 4 تساوي 30. 30 عندي ندورها في اي فتره تقع، هل تقع هنا 30 تقع من ضمن الاثنين؟ لا، اقل منها، هذه اقل منها، هذه اقل منها، ال 37 تضم ال 30 يعني هي اكبر منها. اول ما نبدا نلقى رقم اكبر منا او يساوي ناخذها الفتره هذه. ف 30 هنا تقع في الضمن هذا، معناها هذه هي هذا اللي يهمني، هذه هي الفتره الربيعيه، هذه هي الفتره الربيعيه. نطبق في القانون، اول حاجه الحد الادنى كم كان؟ 70، حطينا 70. بعدين الرتبه كم؟ 30، حطينا 30 ناقص هناخذ اللي قبلها واللي يقابلها 26 و11، هنحط الفوق 26 والوطا هنحط 11. في الطول، الطول ما بين ال 79 وال 70 كم كان؟ 10. نطبق في القانون يطلع لي 73.64. خلاص شنو حندير؟ هناخذ كيو 1 كيو 3 ناقص كيو 1 قسمه 2 يطلع لي 7.38، يعني الكيو النصف المدى الربيعي او الانحراف الربيعي منين جبت هذا؟ عباره عن كيو 3 ناقص كيو 1، يعني قيمه كيو 3 اللي هي هذه نقصتها من كيو 1 اللي هي هذه قسمه 2 طلع لي المقدار هذا. هي مجرد حفظ قوانين الا هي خطوات تندرج تحت كل الخطوه مع بعضها. فانا انت اول حاجه شنو تكتب؟ تكتب القانون اللي هو عباره عن كيو 3 ناقص كيو 1 على 2. كيو 3 كيف نجيبها في حاله الربيعات الثالث؟ كيف نجيبها في حاله البيانات المبوبه؟ اول حاجه حنجيب الرتبه 3 ان على 4 في 30 يساوي 30، ال 30 نحدد الفتره الربيعيه، من الفتره الربيعيه الحد الادنى الطول التكرار الذي يقابلها والتكرار الذي يسبقها في التكرار المتجمع الصاعد. لو كانت كيو 1 نحدد الرتبه، الرتبة من الرتبة نطلع الفترة، الفترة طلعتها ناخذ التكرار الذي يقابلها والتكرار الذي قبلها والفئة الفئة الربيعية. نطبق في القانونين ونجي النواتج نطرحها مع بعض ونقسمها على 2. الشيء الثاني هنا ذاكر مميزات النصف المدى الربيعي، انه هو عندنا طبعا في مشكلة في التوزيعات التكرارية المفتوحة يمكن الحصول عليه ويمكن تقديره من رسم البياني. عيوبه انه يعتمد في حسابه على قيمتين فقط اللي هن كيو 3 وكيو 1، لا ياخذ جميع القيم في الاعتبار ولا يسهل في التعامل في التحليل الاحصائي، شويه ديفيكال يعني صعب جدا. المقياس الرابع الثالث لمقاييس التشتت اللي هو الانحراف المتوسط، هو احد مقاييس التشتت وهو يعتبر متوسط الانحرافات المطلقة للقيم عن وسطها الحسابي، هو مدى انحراف القيم عن وسطها الحسابي بس المطلقة. لو كانت القيمة هذه مش موجودة معناها القيمة البسط هذا بيساوي صفر. هذا من مميزات أو من خواص الوسط الحسابي لو شفتوا. ثاني خاصية على ما أعتقد، انحراف المتوسط عن انحراف القيم عن متوسط الحساب بيساوي صفر، لكن هنا المطلقة لما خلى المطلقة، يعني شو معناها المطلقة؟ أي حاجة تخش سالبة تطلع موجبة، ما فيش حاجة سالبة. هذه بيساوي الانحراف المطلق. شنو القانون متاع سميشن القيمة المطلقة x ناقص x بار على n؟ عندي مثال هناهي قال لي عندي مجموعة من القيم وهالقيم هذينا 4 5 2 10 7،
هنا هذين القيم، احسب المتوسط نتاع، يبي الانحراف المتوسط، انحراف المتوسط. شو كيف نجيبها؟ عن طريق القانون ام دي، رمزه ام دي يساوي سميشن اكس ناقص اكس بار على ان. شو معناها هذا؟ هي اول حاجه ناخذ من 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 داخل ونطلع الى الخارج، يعني اكس ناقص اكس بار كل قيمه ناقص متوسطه. اذا كان انا المتوسط ما عنديش، كيف ندير؟ نجيب المتوسط من البدايه، ناخذ هذين القيم. شنو هو قانون المتوسط؟ مجموع القيم على عددين، 4 زائد 5 زائد 2 زائد 10 زائد 7 قسمه عددهن اللي هن 5 بيساوي 5.6. خلاص اول خطوه صح، اللي هي اكس بار جبتها 5.6. فكل قيمه تو شنو قال لي القانون هذا؟ كل قيمه نقسم المتوسط، يعني 4 نقص المتوسط، 5 نقص المتوسط، 2 نقص المتوسط، 10 نقص المتوسط، و7 نقص المتوسط. لو طلعت القيمة بالسالب على طول هذا يدير لها يلغي القيمة السالبة، القيمة المطلقة يتم إلغاؤها عن طريق هذا المحدد، يتم إلغاء القيمة السالبة لأنه هو مطلق، قيمة مطلقة، ويتم جمع هذه القيم. أول حاجة نحول الإشارة، أي حاجة بالسالب طلعت لي نديرها بالموجب، ونجمع هذه القيم. مجرد ما نجمعهن ونقسمهن على عددهن يطلع لي اللي هن عددهن كم؟ 5، يطلع لي انحراف المتوسط. مزايا الانحراف المتوسط انه هو من مزايا ياخذ جميع القيم في الاعتبار، ويتاثر بالقيم الشاذة، ويصعب التعامل معه رياضيا. رابع مقياس، وهو من المقاييس المهمة، والمقاييس المهمة في مقاييس التشتت واكثر استخدام في النواحي التطبيقية، اللي هو التباين. التباين والانحراف المعياري. الانحراف المعياري ما هو إلا جذر التباين، يعني لما نقول لك انحراف معياري جيب التباين اجذره، خذ الجذر متاعه، أو لو عطيتك الانحراف المعياري ربعه حيطلع التباين. شنو هو قانون التباين؟ هو سيجما تربيع، يرمز الرمز هذا اسمه سيجما، يعني كيف الدائرة وقيلة هكي تربيع. السيجما هذا هي بتساوي سميشن اكس ناقص ميو كل تربيع على ان، ما هو عبارة عن مجموع انحرافات القيم عن متوسطها تربيع، متوسط المربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. هذا القانون، حيث ان الوسط الحسابي هو عبارة عن summation xi على n. كذلك الانحراف المعياري قلنا ما هو الا جذر للتباين، لكل منهما خواص، من الخواص المهمة والحاجة الخاصية. مستحيل يطلع التباين بالسالب، ضروري قيمة موجبة. لو ان حليته وطلع قيمة التباين بالسالب معناها حلك غلط. التباين كله تربيع، ما فيش قيمة سالبة، هذين من الخواص متاعه، ولا يمكن حسابه في التكرارات المفتوحة. وأبرز عيوبه أنه هو إهمال الإشارات الموجبة والسالبة، حيث أنه ربع الانحرافات للتخلص من هذا العيب. هو يتلخص في إبراز عيوب الانحراف المتوسط. كذلك خواص الانحرافات المعياري، أنه من أهم مقاييس التشتت، ويدخل في حسابه جميع القيم دون إهمال أي قيمة، يتميز بقابليته للمعالجات الجبرية، ولا يمكن حسابه في التوزيعات التكرارية المفتوحة. في ملاحظات مهمة جدا، اللي هو انحراف المتوسط يساوي 4 على 5 انحراف المعياري، والنصف المدى الرباعي يساوي 2 على 3 انحراف المعياري، والمدى بيساوي 3 أضعاف الانحراف المعياري. عندي هنا مثال بسيط على التباين، هو مسك الختام إن شاء الله، هو نختم به هذه المحاضرات. عندي مصنع لتعبئة المواد الغذائية يعمل به 15 عامل، وكانت عدد سنوات الخبرة لهؤلاء العمال كما يلي. أعطاني مجموعة بيانات ل 15 عامل، الخبرة خبرة السنوات لهم، وأوجد تباين لعدد سنوات الخبرة. عشان نحسب التباين عندي قانون سيجما تربيع بيساوي سميشن اكس اي ناقص اكس بار او ميو على في كل تربيع على ان. هذا الميو هضاهي هو عبارة عن ام كابيتال، بس هو قد يكون اكس بار وقد يكون ميو. ميو ما هو الا هو المتوسط الحساب، المتوسط الحساب اللي بنرمز له بالاكس بار في حالة العينة، وميو في حالة المجتمع. شنو هنجي؟ اول حاجة هنبدأ من الداخل الى الخارج. القانون شنو يبي؟ القانون يبي ميو، الميو هو الاكس بار اللي هو summation xi على n. نجمع هذه القيم نقسمها على عددهن يطلع لي من؟ المتوسط اللي هو 10. بعدين شنو ندير؟ ناخذ كل قيمة ننقصها من المتوسط لكل تربيع، يعني 10 ناقص 5 بتساوي 5، الكل تربيع 25 نحطها على جنب.
نزيد 13 ناقص 10 تقعد فيها 3، الكل تربيع بيساوي 9، نحطها على جنب. 7 ناقص 10 فيها ناقص 3، الكل تربيع بيساوي 9. كل قيمة هو summation x ناقص ميو كل تربيع، معناها كل قيمة 5 ناقص 10، 13 ناقص 10، 7 ناقص 10، بس الكل تربيع، الكل تربيع. نفضل إن ما فيش قيمة سالبة في التباين. حنحسب المجموع، هذا حناخذ المجاميع اللي طلعتن ونقسمهن على عددهن، لنا كم عامل عندي؟ 15. حيطلع لي التباين 8.67. لو خذيت الجذر التباين، جذر 8.67 حيطلع لي الانحراف المعياري، الانحراف المعياري. الصفحة التي تليه فيها الخطوات لكل من سنوات الخبرة ل 15 عامل، x ناقص ميو تنقص كل متوسط من كل 10، 13 ناقص 10، 7 ناقص 10، 14 ناقص 10، بعدين التربيع متاعها هو لمحاه ولغاء الإشارة السالبة وربع. نجمعهن ونقسمهن على عددهن اللي هو 15، يطلع الانحراف التباين، ولما نجذر ناخذ الجذر متاعها يطلع الانحراف المعياري. هيك نكون نحن انهينا المقرر لمادة الإحصاء. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح لهذه المادة. نصيحة لدراسة هذه المادة، يجب التركيز على القوانين، فهم القانون، شو معنى اكس بار، شو معنى summation اكس اي ناقص اكس بار كل تربيع على ان، شنو عدد المفردات، فهم القانون جيدا، كتابة القانون، يعني مادة تحفظ القانون، تطبق، تفهم المسألة، تقدر تحل. إن شاء الله بالتوفيق للجميع ونجاح.